كطلبنا كطلب الشعب انه يعمل مجهود، وطلب الشغيلة انهم يمكن يمدوا في سنوات الخدمة من اجل الحصول على المعاش ديالهم. وبعض الوزراء كيشتغلوا شهر او شهرين او عام، بعض البرلمانيين عندهم دورة واحدة وكياخذوا معاشات تقاعدات مدى الحياة. واش كتشوفي هذا الشيء؟ انا هذا النقاش شعباوي. كيفاش شعباوي؟ شعباوي سين كيخدم شهر كيدي شهر وزير كيخرج بمعاش ديال 39000 درهم، وسين كيخدم 40 عام كيخرج بمعاش ديال 1000 درهم عادي، هذه شعباوية؟ هذا البرلماني يساهم في صندوق للتقاعد، يعني كيأدي شهريا المساهمات ديالو باش ما يتخرج كتقالو داك جوج فرانك، جوج فرانك هي راه ماشي شي حاجه. برلماني جوج فرانك، جوج فرانك كتحسب له 1000 درهم على كل سنه ديال النيابه. السقف ديالها شحال؟ ايه السقف ديالها. ايوا تحريتي خصك توصل 3000 درهم. و 8000 درهم دابا الواحد اللي 8000 درهم انا نعرف ناس كياخذوا 1000 درهم. واخا ويساهم ويشتغلوا 40 عام. يساهم من جيبه، يساهم الكوتيز في سميتو. والوزير هذا كان قرار ديال الراحل الحسن الثاني الله يرحمه بان الوزراء ملي كيأديو واحد المهنه راه المهنه ديال الوزراء راه شاقه وعسيره، راه كتخدم 15 عام ولا 20 عام، ما علينا على هذا الشيء هذا. وكاين العديد من الوزراء اللي كيتخلاو عليها، ملي كيساليو المهمه ديالهم راه كيمشيو يستأنفوا العمل ديالهم في جهه اخرى. هذا نقاش شعبوي وثاق المنابر الاعلاميه وسوقته في الشارع على اساس هناك اختلاس وهناك الناس كتاكل فلوس ماشي ديالها والشعب يموت في بالجوع الى اخره. انا اظن الواحد اللي عنده واحد المستوى ديال الوعي لا ينسق وراء هذه الترهات. يعني كتشوفي بانه واللي بغى يحيد التقاعد الوزراء يمشي للجهات المعنيه وحنا ما عندنا حتى شي مشكل. لو انتم كحزب يقدر يقدموا مشروع. حنا عندنا امور اهم نتطرق اليه، ما نبقاوش نطرقوا في يعني في اطار الحاكمه وترشيد النفقات والازمه اللي كنعيشوها. ما كتشوفوش بان ما الوزراء او البرلمانيين يعطوا المثال، يبداوا يعطوا المثال براسهم الاول قبل ما يعطوا غنحلوا جميع المشاكل الاجتماعيه نحلوها بتقاعد يعني وزراء وتقاعد وزراء سامبوليكمون واخا، ولكن واش غنحلوا جميع المشاكل والقضايا الاجتماعيه العالقه؟ وهذا كتشوفي بان ما انتي ضد هذا القرار؟ ماشي ضدها، ما تقولنيش ما لم اقله الله يخليك. انا كنقول بهذا النقاش اللي هامشي. وشنو هو النقاش اللي مهم في نظرك؟ هو داك الشيء اللي عندك مكتوب تما. طيب وهذا هو اللي مكتوب راه من قبل انا كنقوله لك.